طريقه لعب النادي الاهلي وادرس طريقه لعب نادي استاد بيزجان. تعالى اوريك حالتين ورا بعض، شوف قد ايه الحكم النهارده اخطا في تمركز، في توقع الكره فين. هنا النادي الاهلي بيحضر وفي التلت الهجومي وبيشوف هنا الحكم وقف فين يا كابتن اسامه. هنا الكره بتصطدم بيه، بيعطل هجمه، هو الحكم النهارده بيعطل هجمه رايحه. النهارده الاهلي النهارده 2 4 5 لعيبه، وعندنا هنا 3 قدام، دي 8. في التركيز اللي النادي الاهلي بيحضر فيه النهارده الحكم بيوقف هجمه، وبالتالي اسقط الكره للنادي الاهلي. دي حاله صدام الكره بالحكم. نفس الشوط تعال نشوف الثاني، الحاله الثانيه اتفرج. هل من الاول النهارده انا اخد اللعب كله، يعني اللعب كله والكوره واللاعبين، انا ابقى خلف الكوره ما بقاش امام الكوره، هنا يفتح لنفسه زاويه الرؤيه بالظبط كده، حتى عشان خاطر اقدر اشوف اللعب كله. نفس الشيء تمركز خاطئ يؤدي الى اسقاط الكره في التمركز والتوقع. مفيش توقع عنده حكم، انا من وجهه نظري المباراه سهله جدا جدا، كان المفترض النهارده يعبر عن نفسه فيها، لكن للاسف النهارده طاقم التحكيم يا كابتن مصطفى، انا النهارده الحكم ما عندوش اختبارات يا كابتن، ولكن انا هو عنده مشكله في التمركز والتوقع والقراءه. يعني انا النهارده اديله 7.9 على الاداء. لا المساعدين النهارده، لا النهارده المساعدين قرارات هي ما اثرتش في نتيجه المباراه، ولكن بنقول حالات تحكيميه لا يقع فيها حكم يعني عادي. النهارده انا بتكلم النهارده 6.5 او 6، يعني دي اقصى حاجه بديها سعد اللي هو ابي الميرو، والمساعد اللي هو عنده من الجابون.